السلام عليكم البنات، مرحبا بكم. جبت لكم فيديو ديال تجهيز حقيبه الولاده وسيرتو في هاد لا بيريود ديال البرد. ومرحبا بكم، نبداو على بركه الله. كنبداو بحقيبه المولود هي الاولى. ان فوا كنحلوا الحقيبه كنكونوا ديجا موجدين اللبسه الاولى بوحدها، باش ملي كتبغي تدخلي لاصال ديال الولاده كتعطيها لي زانفيرمي باش كتكون باش كيخرجوا لك البيبي. هاد اللبسه شنو كيكون فيها؟ كتكون فيها الفيطه باش ملي كيغسلوا له كيمسحوا له، كيكون فيها هذا باش كيغسلوا ليه بيه هذاك لي غون، وكاينه البيجاما تكون مخبيه ليها رجلين لان هاد لا بيريود لي والده فيها السيده بارده وخاصهم يكونوا الحويجات سخونين. هاد البيجاما بالطريطقيات، وغادي تخلي البوني ولي موفل ولاس بيبيعيات ولي سو فيتمون. وحده عندها صومونش وجوج بليمونش، هادو كلهم كيكونوا فيهم الطرطقيات، وحده اللي كدير دير ليها بلا طرطقيات. ومن الاحسن يكونوا هاد لا بيجاما ولي سو فيتمون يكونوا مقطن 100%، لان البيبي ان فوا كيتزاد كيتزاد سونسيبل لا بو ديالو. ومن احسن الشهر الاول نستعملوا القطن، غير القطن بوحدو. هادي هي اللبسه ديالنا ديال النهار الاول. السيدة عزلات اللبسة الأولى في الصفر، وخدات هاد المينطة خفيفة ولكنها سخونة سخونة سخونة. ننصحكم بحال هاد الموديل هذا، لأن هاد الموديل ما كيشد ليكمش البلاصة وخفيف وما كيتقلش على البيبي، وأو ميم طون راه سخون وكافي. بعد اللبسة الأولى عندنا اللبسة الثانية. السيدة عندها مولود ذكر، غتبقى تدخل اللون الأزرق بشوية بشوية. دونك حاولت تعزل اللون الصفر في اللبسه الاولى. كما كتعرفوا النهار الاول كنحاولوا نديروا اللون فاتح، سواء كنديروا الصفر او الابيض او البيج. واللبسه الثانيه كنديروا الا كان عندنا مولود كذكر كنديروا الازرق. هنا اللبسه خدات بيجاما مخبيه ليها رجيلات بالطريطقيات، وعزلات لي سو فيتمون حتى هما بالطريطقيات. عندها بوني خلاته في الصفار، ودات لي موفل او سبيبيعيات خلاتهم في الزرق. وكما قلنا قبيله ديما خاص تكون البيجاما ولي سو فيتمون يكونوا قطن 100%. هذه هي اللبسه الثانيه ديالنا. السيده غادي تولد سيزاريان، يعني غادي تجلس في السبيطار 3 ايام، وخاصها امها واحد ثلاثه اللبسات ورابعه غديها زايده خاصها باش تبدا تبدل. هذه هي اللبسه الثالثه ديالنا، خلاتها في الزريرق حتى هي مخبيه ليها رجيلات. انا كما كتعرفوا البرد وما تحتاجش تقيشرة صغير، هاد البيجامات كافيين. خلات هاد سوفيتمون هكا بصومونش بالطريطقيات، وهادي بالكميمات حتى هي بالطريطقيات. كنعزلو ديما الطريطقيات باش كيجمعوا لو بيبي نصيصو. وهاد البوني امبريمي وفيه الزرق جا اسورتي مع هاد البيجاما الزرقاء. هادي هي اللبسه الثانيه. بقات لينا اللبسه الثالثه والرابعه. هادي هي اللبسه الثالثه، حاولت ديرها السيده سيباري على الفوق، سريول بوحدو والبيل الفوقاني بوحدو ولا التريكو الفوقاني بوحدو، داتهم في البلوسيال والبلون. سريول كما كتشوفوا مخبي له رجيلات على ود البد. هذه هي الرابعه اللي داتها غير زايده موب ما تحتاجها، خلاتها حتى هي في الزرق وفيها الطرطقيات من الجناب، وسريول حتى هو مخبي ليه رجيلات قطن حتى هما 100%. هاد لي سوفيتمون ديال البيجاما الثالثه بلي مونش وفيها طرطقيات من التحت باش كيسهل علينا من بغيو نبدلو ليه لاكوش. هادي سو فيتمون لي كتكون تحت من هادي اللي فيها الكميمات بصو مونش، كنديرو لو صو مونش هي الاولى عاد فوق منها اللي فيها الكميمات. وهادي داتها البيسة الرابعة مربى ما تحتاجها. من بعد هاد الشويكيش ولا سميتو الفيطات، الفيطات كتحتاجهم بزاف، حبه دالو تدي نيت منهم.
سواء الى رجع، سواء كل نهار بعدا كيغسلوا له كيلقاو بعدا باش يمسحوا له. ودات السيده معها القماط، حنا تزادينا بالقميميط وباقي كنديروا ليداتنا القميميط. هاد القميميط ها هو سخون سخون، ودات له لابون ديالو. انا شنو لاحظت هنا في فرنسا، حتى هنايا كيقمطوا وليداتهم، غير هما ما كيديروش الباندا، كيديروا غير تيسيو عادي بالثوب وكيقمطوه باش كيتسولاج البيبي وما كيبقاش يتحرك بزاف وما كيخلعوش يديه، يعني كي انفراسو كيلقى مقمط كيسهل عليه ينعس. ودات هاد البطاطينية خفيفة زايدة، مبدا ما تبغي ترطعو تبغي تغطيه ولا تحطو حداها ولا شي حاجة. دونك هاد لا مارك ديال لي بيبرون اللي خدات السيدة هي افنت انترناسيونال، زوينة كنصحكم بيها. علاش؟ حيت كيديرو لا تيتين ديالها او ديك الضاع ديك الجلده ديالها بحال راس البزوله ديالنا. البيبي ما كيبغي يرضع، كيحس براسو انه كيرضع البزوله، يعني ما كيداش الفرق. دات السيده هاد التقشرات كيكونوا سخونين من الداخل، ما تحتاجهم، مي ما كنظنش انها تحتاجهم لان البيسات كامله اللي دات البيجامات كلهم فيهم تقشرات لاصقين في البنطلون. هذا هو شوي كيش ديال الحمام ديالو، دات له سكاتة، بدات السكاتة ما تحتاجها. ولكن ما ننصحكمش انكم ديروا، ما ديروش البيبي كاع السكاتة، حتى لا احتاجيتو ان راسكم غديروه عاد ديروه له. هذه مشيطة، ودات الزيت ديال لو كور، لان كما كتعرفوا البيبي انفو كيتزاد لابو ديالو ناشفة، وكتخصك ضروري تبداي ترطبي له لحيمتو. دات البوربو، ودات شامبوان شراتو كبير تتحطو فيه، حتى تكب شامبوان في قرعه صغيره. وما تنساوش بيان سور لي كوش البيبي ولي كوش ليكم نتوما ولانجيت ولا كريم ابري شونج. ونتنقلوا من حقيبه البيبي الى حقيبه المراه اللي غادي تولد. كنبداو معاكم بلاتخوس اللي كيكون فيه لاتخوس دي تواليت بيان سور، كيكون فيه هادي ديال تحت البيطان، لا كريم ايدراتون ديال الوجه، فازلين كتحتاج لان الدش ديالك حتى هي كتنشف. هذا لا كريم دو كور تتحتاجي لان الدش ديالك تتنشف. لينجي دي ماكيون، الا بغيتي ديري شويه ديال الماكياج كتدي معاك ريسيل، كتدي معاك فراجو وشيتا ديالو وشي غلوس ولا عكيه ناشف، هادشي اللي كتحتاجي يكون مكياج. انا ما كديرش بزاف، كدير غير هكا شي حاجه خفيفه، حيت كيجيو عندك الناس وضروري كدوري بالحاله شويه. وما تنسيش الشامبوان بيان سور الا كنتي غادي تدوشي تما، شامبوان و ابري شامبوان الا كنتي غدوشي، الا قدرتي الا كنتي سيزارين ما غاديش تقدري تدوشي حتى ترجعي للدار. البنطوفه خاصها تكون متاحه وخاصها تكون سخونه، سيرتو فهاد لا بيريود ديال البرد. هذا باش كتجمعي شعرك، كدي معاك سليبات ديال القطن، كنركز عليها كيكونوا 100% كوتون. وهادو ستيانات ديال الرضاعه كيكونوا بهاد الموديل هذا نيت، خاصكم تقلبوا على هاد الموديل، ما كتحتاجيش تحيديهم كاملين، باش غير كديري غير كتحيدي ليها الطاقيه هذه وكترضعي، كتجيك رضاعه سهله. كدي معاك جوج ولا ثلاثه من الاحسن يكونوا فاتحين، وتقشرت بيان سور باش كتسخني رجيلاتك، كيكونوا اسورتي مع البيجامه اللي كتكوني لابسه. هذا البينوار سخون وطويل باش كيجمع ليك لو كور ديالك كامل، كدي معاك غير واحد راه كافي. ان ملي كتكوني خارجه من البنج وداكشي كتكون كترجعي بالبروده، كترجع ليك بالبروده، سكيفي خاصك سميتو تكوني سخونه بزاف. كتلبسي هاد لي سوفيتمون سون مونش ولا بلي مونش كيما بغيتي، كيكونوا مقطنين تاهما خصو يكونو بالقدم. وهذه حتى هي صفيتما مقطنة، دو كتدي معاك واش كتبدلي والشورت ديالهم. غنبداو بالبيجامات،
السيدة كما شفنا عندها مولود ذكر، يعني حاولت تدير بيجاما في الزرق، وكما كتشوفوا البيجاما ضروري خاصها تكون فيها صديفات باش كتسهل عليك الرضاعة. شتي الصديفات فين هابطين؟ باش ما كتحتاجيش تعزاي وانتي في البيت، كتحلي غير الترتقيات وديك السوتيامات اللي كتكوني ديجا واخده، كتحلي ليهم غير سدادة وصافي، وكترضعي ساهل. والسروال خاصو يكون لارج ويكون سخون، انا مي كتكوني سوا والده عاد والده سوا سيزاريان سوا والده عادي، خاصو يكون البونطالون ويكون السروال مرتاح ما يكونش مزير عليك. هذا الفوقاني ديال البيجاما الا بغيتي تزيدي عليك. هي لا صالة كتكون سخونه، غير الا بغيتي تمشي في الكلوار ولا شي حاجه هو اللي كتزيدي عليك سميتو البينوارات. هذه اللبسه الثانيه السيده ما درتهاش بسميتو بالترتقيات، ما لقاتش عجباتها هذه، ما لقاتهاش بالترتقيات. السروال هو كما كتشوفوا مقطن سخون ومرتاح واسع. هذه ديال النهار الثاني، وهذه البيجاما ديال النهار الثالث اللي غادي تخرج بها من السبيطار. كما كتشوفوا حتى هي فيها الترتقيات كتسهل عليك في الرضاعه. السروال ديالها حتى هو مرتاح ويكون واسع وسخون، والفوقاني ديالو حتى هو سخون كيجمع لو كور ديال السيده. هابط حتى لتحت باش كيجمع لك الكور ديالك كامل، والفوطه اللي كتحتاجيها باش كتمسحي وجهك كتمسحي يديك بيان سور. ما كتحتاجيش غير فوطه واحده، كتحتاجي تقريبا شي ثلاثه الفوطات كل واحده في النهار. هذا هو نهايه الفيديو، كنتمنى اي امراه حامله تفك حيلها ان شاء الله بخير وعلى خير وبالتوفيق للجميع.